معي للحديث عن الموسيقى والتعليم والتذوق والموهبة الموسيقار الكبير الدكتور راجح داوود، أستاذ التأليف والقيادة بالمعهد العالي للموسيقى. الموسيقار الكبير راجح داوود. ابن حي الفجالة العريق بقلب القاهرة الخديوية، من بكالوريوس التأليف الموسيقي بمعهد الكونسيرفتوار إلى درجة الدكتوراه بالعاصمة النمساوية فيينا، أستاذ وأكاديمي مرموق للموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى بأكاديمية الفنون المصرية، أسس أوركسترا الهناجر للوتريات وتولى قيادتها من عام 1994 إلى عام 1999، ومثل مصر في مهرجانات الموسيقى العالمية، يرأس لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة. ويعتبر راجح داوود من أهم الأسماء في عالم التأليف الموسيقي للأفلام والدراما المصرية، ومن أعماله البارزة موسيقى أفلام الكيت كات وصارخ الفرح وأرض الأحلام وأرض الخوف ورسائل البحر وكلام الليل والبحر بيضحك ليه وعصافير النيل والراعي والنساء والصرخة والكلام في الممنوع والريس عمر حرب، هذا إلى جانب مؤلفاته الموسيقية للأوركسترا. حصل راجح داوود على جائزة الدولة التشجيعية والعديد من الجوائز في مهرجانات السينما المصرية والعالمية، وعلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2003، وعلى وسام الشرف من رئيس موريتانيا بعد تلحين النشيد الوطني لبلاده.